اليوم المغرب كيعرف تطور كبير في جميع القطاعات الحيوية. الكفاءات البشرية هي قوة المحركة. مكتب تكوين مهني وإنعاش شغل تيواكب هالتطور من خلال توفير طاقات بشرية بقدرات مهنية عالية، تأطير متميز وتكوين في أكثر من 300 شعبة كتستجيب لحاجيات سوق الشغل وكتهدف إدماج الشباب في الحياة العملية. واكبوا حتى انتم هالتطور، اختاروا الشعبة اللي تناسب المستوى الدراسي ديالكم وحددوا من الآن مستقبلكم. زوروا الموقع ofppt.ma. مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، الطريق الأمثل للمستقبل.